مبدعه وخلاقه، ومش لازم ننظر للشباب بس على ان هم صانعي المستقبل، لكن هم كمان بيصنعوا الحاضر وليهم المحرك الاساسي في الحاضر ومستقبلنا كمان. النهارده معانا مجموعه من الشباب عملوا جريده شبابيه علشان يكسبوا الشباب من خلالها يعني بعض الخبرات العلميه والعمليه. حول هذا الموضوع هتدور حلقه اليوم من برنامجكم احلم معانا، خليكم معانا. الجريدة بتاعت الجامعة احكيلي ايه رأيك؟ انبسطت مني؟ مجلة شبابية بتؤهل الشباب لاقتحام سوق العمل ويكسبهم الخبرات والمهارات الخاصة بهذا المجال. هنتعرف على ده من خلال لقائنا مع مهند الرملاوي، أحد الشباب القائمين على هذه الجريدة. أهلا بيك مهند. أهلا وسهلا. مهند، تكلمني عن الفكرة العامة والفكرة دي جات لكم إزاي من البداية؟ الفكرة كانت ان احنا ما كناش نعرف حاجات كتيرة جوه الجامعة، بحيث ان احنا ما نعرفش ايه الاخبار اللي بتحصل في الجامعة بكل ديتيلز اللي كنا المفروض نعرفها. فبالتالي احنا بدأنا نفكر ان احنا ايه الحاجة اللي ممكن نعملها، يعني تفاصيل التفاصيل، يعني تفاصيل التفاصيل وكل حاجة يعني ايه اللي بيحصل هنا وده بيحصل ليه، في دحمة في الحتة الفلانية دي عشان ايه. أوكي. والكلام ده كله عايزينها تبقى جريدة شاملة في كل حاجة. بعد ما الفكرة بدأنا ان احنا نقرر ان احنا نوحد كل حاجة في الجامعة كطلاب الجامعة في كل الكليات، ان احنا نعرف ننفذ ده. برضه احنا في الكليه عندنا احنا ما يعني كل كليه كانت لوحدها منفصله بحد ذاتها، فاحنا حاولنا ان احنا نجمع كل ده مع بعض، بحيث ان احنا نقفل كل ده اونلاين على بيج على الفيسبوك، وبعدين نبدا نطبع ايشوز مطبوعه عن الموضوع ده، ونبدا نوزع على الطلبه ايه الحاجات اللي هم انترستد بيها. كمان الطلبه مؤخرا ما بحبوش ان هم يقروا او الحاجات دي كلها، فايه الحاجه اللي ممكن يخلوهم يقروا حاجه، الحاجه اللي ممكن تجذبهم للامر ده. مظبوط بالظبط. طيب مهند، اكيد الخبرات والثقافات بتختلف من كليه الكلية ومن جامعة الجامعة، ازاي انتوا بتقدروا تسيطروا على الموضوع ده، وازاي بتوحدوا الاراء علشان خاطر تطلعوا الفكر السليم بالنسبة للشباب المتواجد في الجامعات المختلفة؟ الفكرة كلها ان كل جامعة هي ليها انسايدر الخاصة بيها، يعني كل جامعة ليها انسايدر بتاعتها، هي اللي هي شباب من نفس الجامعة، فبنفس الفكر بنفس الثقافة بنفس كل حاجة، هم اللي بيبدأوا يتكلموا، يعني موزعين الافكار على الجرايد المختلفة بالجامعات المختلفة. مظبوط مظبوط. طب ايه المعوقات اللي ممكن تقابلكم بقى اثناء قيامكم بعملكم؟ المعوقات اللي ممكن تقابل اوقات ان يبقى الخبر يبقى شويه ليه علاقه بالسياسه مثلا، او اي حاجه، ان الطلاب طبعا مؤخرا بقى في الحاجات اللي بتحصل دي في الجامعات، بس هو لما بتيجي حاجه زي كده تحصل يعني احنا بنتجنبوا الاخبار دي لحد كبير، بنتجنب الاخبار دي، او احنا كمان ما بنديش فيها راي، علشان احنا كجريده مستقله المفروض ان مالناش دعوه بالاراء، احنا بس بنعرض الفكره والراي الاخر، وهي دي الفكره كلها بس. الاقسام المتواجده داخل الجريده بقى زي الاقسام المتعارف عليها في الجرائد المختلفه، ولا ليكم اقسام لوحدكم كده؟ لا، لينا شويه اقسام مختلفه، بحيث ان احنا عندنا البي ار اللي هو البابليك ريليشنز العلاقات العامه، وفي التيم اللي بيجيب الفند بتاعنا او الفند ريزنج اللي هو الفلوس بتاعتنا، وفي تيم الاتش ار اللي هو متحكم بحيث ان هو يبقى الممبرز اللي موجوده جوه والتعامل ما بين الناس جوه الممبرز كاي اتش ار بره، الاعضاء يعني الاعضاء. مظبوط. اي حاجه زي اي هيومن ريسورسز عامه في شغله في اي شركات بره. في الريبورترز عندنا وهم اللي بيجيبوا كل الاخبار. في الرايترز، والرايترز هم اللي بيكتبوا كل حاجه بحيث ان هم يكتبوا الارتكلز او المقالات بشكل ان الناس تقراها كمان، حيث ان المقالات دي تتكتب بطريقه الطلبه تقراها مش تتجنبها، يعني برده الفكر نفسه هو نفس فكر الطلبه. وفي طالب فريق الميديا او الفريق اللي هو التصوير والديزاينز والحاجات دي اللي احنا بنحاول ان احنا نستخدمها في البيج عندنا وعلى في الايفنتس والكلام ده والحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت احنا بنعمل برضو يعني ريبورت ان احنا ناخد برضو اراء الطلاب في فيديوهات، يعني ان احنا بنتكلم مع الطلاب برضو بنفس الطريقه ان احنا نعرف ناخد ارائهم وننزلها في فيديو على البيج عندنا والحاجات دي كلها، فطبعا ده شغل الميديا برضو. مهند، طيب يعني ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن كل جزئيه على انفراد ونقدر نستفيد فيها اكتر، بس قبل ما اختم معاك حابب ان انا اسالك سؤال كده يعني متعرف عليه عندنا في برنامجنا. احنا برنامجنا اسمه احلم معانا، دايما بنتكلم عن الاحلام وكيفيه تحقيق الاحلام بالنسبه للشباب. عاوز اعرف حلمك الشخصي وحلمك لبلدك وحلمك للجريده بتاعتكم. حلمي الشخصي، انا اصلا طالب في كليه الهندسه، فحلمي ان انا انجح في المجال ده، عشان انا شايف ان في حاجات كتير قوي محتاجه تتظبط بشكل معين، وان انا اقدر افيد البلد بالشكل ده بمجالي من طريق مجالي يا رب ان شاء الله. وحلمي بالنسبه للانسايدر ان هو انسايدر تبقى الجورنال اللي احنا بنحلم بيه من زمان، ان هو اللي في نفس الوقت بيطلع كل اخبار الشباب وبنفس الطريقه بنفس الفكر، بحيث ان احنا ما نبقاش بنتعامل
ان احنا واخدين حيز معين او راي معين بنتكلم فيه، بالعكس احنا بناخد كاي جورنان بروفيشنال بره ان احنا بنعمل الراي والراي الاخر، واحنا ما بنقدرش ندي راي في الاخر، بس هو مجرد ان احنا نعرض اراء بس كجريده. حلم مصر ان احنا نبقى احسن كتير قوي من اللي احنا دلوقتي، وان شاء الله هنبقى احسن بالشغل وبالاجتهاد، وكل واحد يبقى يجتهد في مجاله هو عشان يعرف يوصل اللي هو عايزه. مستمرين في لقاءاتنا وبرنامجنا احلم معانا. هيكون لنا لقاء دلوقتي مع احمد وليد، احد المسؤولين في الجريده عن التمويل بقى الفلوس اهم حاجه. ازيك يا محمد؟ ازيك حضرتك؟ الله يخليك. احمد كلمني عن شغلك وازاي بتقوم بيه. والله احنا كجريده طلابيه احنا شغلنا كله بيبقى يعني احنا بنجتهد شخصيا، ما بيبقاش الموضوع بالنسبه لنا مش تبرعات، او الموضوع بالنسبه لنا مش بنلم من بعض. احنا بنشتغل بالفاسيلتيز اللي عندنا او الامكانيات اللي عندنا ان احنا بنقدمها للناس اللي بره او الشركات، ان كانت شركات كبيره مثلا بتشتغل معانا جوه الجامعه. احنا بنبقى يعني ديديكيتد قوي في السيجمنت بتاعت الاكاديميه، فبنقدر ان احنا اسرع حد بيوصل للطلبه، فده الناس بتبقى مهتمين بكل التفاصيل داخل الاكاديميه. تمام بالظبط. فالشركات بتبقى مهتمه ان هي توصل مثلا لعقل الطالب او توصل لعقل الشاب الصغير دوت، ان هي إن كانت بتوصل لها مثلا خدمة أو كان بيوصل لها منتج كلام ده كله. فإحنا بنشتغل من الناحية دي، إن إحنا بنشتغل على الاسبونسرشيبس، إن إحنا اللي هم الداعمين اللي بي 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 بيمولوا المشروع. بالظبط، الرعاة كلهم دول إحنا بنبتدي نشتغل، بتبقى كذا حاجة، مش لازم، مش بتبقى حاجة واحدة، بتبقى على حسب. يعني إحنا مثلا في حاجات صغيرة مثلا بنشتغل ممكن مثلا مع جيمات مثلا، دي بتبقى حاجات صغيرة. بنشتغل مع بنعمل كامبينز جوه الجامعة نفسها، ندوات الكلام ده كله، كل دوت بيبقى حاجة يعني ليها عائد لينا في الآخر. عاوز أعرف منك حلمك الشخصي وحلمك للبلد. والله انا حلمي الشخصي ان نبقى يعني عايشين في البلد كويسه، مفيش مشاكل، يبقى الواحد مرتاح يعني. صراحه ده اقل حلم بصراحه. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا افتكرها، شايله في همومنا على كيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. حاتم وأحمد بلال اثنين المتخصصين في الكتابة داخل الجريدة أو الجورناليزم، هنتعرف عليهم أكتر ونشوف بقى رؤيتهم لمستقبلهم وأحلامهم وأمانيهم من خلال برنامجنا احلم معانا. لونا كلميني عن الوظيفة اللي انت قائمة عليها داخل الجريدة، وقد إيه يعني فادتك وحققت لك أهداف كتيرة قوي انت كنت بتأمليها في مستقبلك. تمام. هو انا دلوقتي هيد اوف ريبورتنج، يعني انا رئيسة قسم المحررين اللي هم المراسلين. شغلانتي دلوقتي ان انا اي حاجة بتحصل في الجامعة كريبورتر مراسل لازم تجيبها، لازم تجيب الاخبار اللي بتحصل من اي كلية. احنا دلوقتي 5 كليات، التيم بتاعنا يجي 20 واحد، متقسمين 5 على كل كلية. تمام. واحنا طبعا شغلانة المراسل طبعا اللي هو يجيب مصداقية الخبر لازم نتأكد منه، دي مسؤولية كبيرة جدا طبعا. وطبعا في عندنا في كلية اعلام ندوة بتحصل كل 3، العميدة بتاعتنا دكتور عزة هيكل بتجيب لنا ناس مهمين، مثلا الاسبوع اللي فات جابت لنا هيثم كوجاك، واللي جابت لنا المرة اللي فاتت كمان سيمون. فاحنا المراسلين بنروح بنعمل معاهم انترفيوهات ولقاءات صحفية عشان نعرف الطلاب عن الشخصيات العامة دي. وطبعا في اي ايفنت بيحصل، اي حفلات، اي حاجة احنا تقصدي كريم كوجاك؟ كريم كوجاك، سوري، هيثم سعودي. انا هم جابتهم هما الاثنين. الاسبوع اللي فات عملنا فيديو ضد التحرش، قعدنا نقول ظاهره التحرش اللي حاصله في ايامنا دي، اخذنا راي الطلاب طبعا. وفي الاخر احنا السيستم بتاعنا يعني هو قدم شغله، هو احنا كعيله. ايه مفهومك عن ظاهره التحرش؟ انا شايفه ان ده اكتر حاجه بجد موقعه البلد دلوقتي، ان مفيش حد عارف يمشي بحريته خالص في الشارع، وسبيشال البنات، لان هما يعني الحريه دي مش موجوده عندنا خالص في الموضوع ده. يعني انا واحده عايزه مثلا امشي براحتي في الشارع بالليل او حتى الصبح، ما بقتش بتفرق، لان انا عارفه ان انا
مش سيف 100%. انا هنزل عارفه ان انا حد هيبص لي حد هيقول لي كلمه وحشه خلاص هعمل ايه، بقت حاجه طبيعيه. عندك ان الممنوع ملغوظ علشان نحاول نعالج حاجه زي دي، نحاول نعالج مشكله التحرش دي. نعالجها ازاي؟ نعالجها بالقوانين ولا نعالجها ان البنت تاخد حقها بايديها؟ ولا دي ولا دي، نعالجها بالمدارس. المدارس بالظبط، المدارس هي اللي هتعالج كل الحاجات دي. حد من الافلام اللي ابتدت تنزل مؤخرا تقول لك ان ما حدش عاكس يعني في البلد، لكن لما عقل بني ادم بيوصل لينضج ان هو المفروض يفكر ان البنات مش لعبه. في التعليم لما يبقى في قانون، وقانون بيمشي على اي حد، ان لو حصل اي حاجه ما فيهاش بقى حد ابن حد او كده، لا هو هيطبق على اي حد، تبقى عقوبته فعلا ان هو يبقى قدوه. وفي التعليم من خلال القسم بتاعك وهو ريبورتس والعمليه المراسله محتاج مجهود كبير قوي، ولما يكون العنصر النسائي هو الليدر في الموضوع ده ممكن يكون يعني مجهد عليه. انت شايفه ده ازاي؟ وهل انت قد المسؤوليه دي وقادره ان انت تقيمي شغلكم من خلالك ان شاء الله على الوجه الاكمل؟ طبعا، هو انا لو ما كنتش قد المسؤوليه، انا شخصيه مسؤوله، لو ما كنتش قد المسؤوليه ما كنتش هاخد الخطوه اني ابقى اروح ابقى مسؤوله. وطبعا احنا كبار وكلنا متفاهمين مع بعض، والسيستم بتاعنا، انا عملت السيستم كعيله، فاحنا كلنا كبار وواعيين وعارفين نتعامل مع بعض. الصعوبات اللي ممكن تواجهنا يعني، هو طبعا يعني بتاخد مجهود كبير عشان احنا الاساس بتاع الجريده، احنا جورنال في الاخر، فالمراسلين هم اكتر ناس شغاله. بس طبعا هو كل ده في السبيريت بتاعتنا، في اللي يكون عندنا موتيفيشن. احنا في الاخر كمان عندكم حافز والروح تبقى فيها حافز. تمام، احنا طبعا في عندنا من اهدافنا، احنا كل سنه طبعا بيتعمل مسابقه في كل انسايدرز، مين اللي هيكسب، مين بيست ريبورتر، مين بيست انسايدر اي جامعه. كلمني بقى عن موضوع الكتابه، وان انت بتحدد كمان المواضيع اللي ممكن يعني تستخرج إليها الجريدة. تيم رايترز عامة بينقسم لحاجتين، أول حاجة تبع الريبورترز، تمام، الريبورترز يجيب لي ريبورت أتأكد منه، أشوف هو مكتوب بطريقة كويسة، سواء تصحيح أخطاء إملائية لغوية، أشوف الفوكاب مظبوط صح ولا لأ، أعيد صياغة الخبر سواء التعامل مع الريبورترز أو التعامل مع الرايترز، أوزع التاسكات طبعا على الرايترز أشغلهم معايا بالظبط. ده أول شغل، دي أول جزء من شغل الرايترز. تاني جزئية بالنسبة للجريدة، الجريدة اللي هتنزل يعني على حسب الماتيريالز أو المقالات اللي أنا هظبطها تمام مع الرايترز، هو كل واحد فيهم بيكتب الأرتيكل بتاعته على النوعية اللي هو بيحبها، سواء ساخرة، دراما، ممكن تتطرق شوية لمشاكل اجتماعية، سياسية، حاجات مشاكل رأي عام، تمام، قضايا رأي عام بيتجادلها يعني المجتمع مطروحة في الساحة. وندور بقى مثلا في الجامعة نشوف ايه الحاجات مثلا اللي بتشد الطلبة. هل هناك في عملية تدريبية انتوا بتهتموا بيها وبترتقوا بالعاملين في المجال ده من خلال مثلا خبرات ناس مراسلين على خبرات كبيره بيجوا لكم يحضروكم يدوكم محاضرات او ما شابه؟ طبعا، احنا طبعا في اول قبل ما اقدم انت لازم تحط بلان عشان يشوف انت هتبقى هيد كويس ولا لا. فانا من البلان اللي كنت حطاها ان احنا كل فتره يعني مثلا كل فتره من الزمن شهر كده اجيب حد ريبورتر معروف يدي سيشنز للمراسلين محاضرات او ازاي يعملوا، ازاي كيفيه اجابه الخبر، ازاي يجيبوه، ازاي يعملوا صيغه كويسه. طبعا في كمان ازاي يعملوا انترفيوهات مع العالم، عشان كل مره بنجيب حد مختلف كل فتره. عايزين نعرف منكم احلامكم ايه لنفسكم ومستقبلكم، واحلامكم كمان للبلد ايه هي؟ طبعا انا حلمي طبعا اني ابقى مراسله معروفه جدا، ويكون عندي طبعا برنامجي الخاص اوصل للناس الاخبار الحقيقيه، لانه دلوقتي الاعلام بقى يعني في جهات مختلفه الواحد بيعبر عن رايه الشخصي، انا عايزه اجيب الخبر صحيح للعالم واوصله. طبعا يكون برنامجي الخاص وبس، ما عندي ده هيعود بالنفع على مصر والوطن العربي. طب بالظبط كده، بس يا رب ان شاء الله بالتوفيق. بالنسبه لك يا ابو احمد؟ انا بالنسبه لي يعني انا احلامي ما لهاش حدود الصراحه. طبعا رائع، يعني رائع. يعني حته مثلا الكتابه، انا في كليه هندسه، يعني انا مثلا انا بحاول على قد قدر الامكان ان انا اوفق ما بين موهبتي وشغفي من وانا صغير والكارير بتاعي اللي انا ناوي اشتغل فيه. يعني انا ما افضلش حاجه عن الثانيه، تمام، انا بحاول اوفق ما بين الاثنين. وغير كده بقى يعني احلامي كتير، يعني هو الواحد المفروض ما يقفش على حلم معين، لازم يبقى ليه كذا كذا حلم، ولازم يبقى حاطط بلان ايه، بلان بي، بلان سي، كذا حاجه في حياته. عايز اسالك ايه السعاده بالنسبه لك؟ عباره عن ايه؟ السعاده بالنسبه لي ان انا ما
مبدئيا السعادة مش لازم ترتبط بشخص، السعادة ترتبط بحلمك، ترتبط بحاجة انت يعني بتحققها، تشوف حلمك بتحققها قدامك يوم بعد يوم. صحابي واهلي ويعني انا اكون ناجحة في حياتي، اكون مذاكرة وكده، اجتهد عشان يعني لما اجتهد في حياتي هكون سعيدة. السعادة بالنسبة لي ان انا اشوف السعادة في وش والدتي ووش والدي، احس ان هم فرحانين بيا وسعادة بيا. السعادة بالنسبة لي ان انا اتخرج من الجامعة بجي بي اي كويس، اشتغل يبقى ليا كارير كويس بعد كده، اشتغل في وظيفة كويسة. السعادة بالنسبة لي ان اشوف اللي حواليا سعادة. جزء لا يتجزأ، ما ينفعش احددها في حتة واحدة وهي ممكن تبقى في حتة تانية. بس ممكن سعادتي تبقى في ان انا اساعد ناس مثلا، حتى لو هي ما تعرفش ان انا السبب في ده، او ممكن ابقى سبب فرحة حد، ابقى احقق احلامي الشخصية بالنسبة لي، اعمل اسافر حاجات كتيره، فما ينفعش احددها لك في حاجه، فاهمه؟ بس هي حاجه كبيره. غني بحس اني مبسوطه. الحاجه اللي ممكن تبسطني في الجامعه اللي اولادي يبطلوا سجاير، يعني ان هم يدوا اللبس الفورمال لما نعمل بروجكت في الدويلو، اكتر حاجه تخليني مبسوط بصراحه. كلمه حلوه قصادها ضحكه احلى. ايه الكلمه اللي بتقولوها لبعض وتخلوا بعض مبسوطين؟ ايوه والله، السعاده هي الراحه النفسيه، الرضا، ترضي بالمكتوب. حد الضحكه ما تشيل كتير، وكتير مجانين في الخير ساعدوا كل اللي عايشين، كلنا في مركب واحده مكملين، والصوره الحلوه بتتاخد في ثانيتين. مصطفى فهمي المسؤول عن الهيومن ريسورسز او يعني التنميه البشريه داخل الجريده اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، هنتعرف عليه اكتر ونشوف بقى رؤيته لمستقبله، ونشوف كمان هو بيقوم بالعمل ازاي داخل الجريده. ازيك يا مصطفى؟ ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. مصطفى كلمني عن الدور اللي انت بتقوم بيه، ويعني ايه بقى التنميه البشريه داخل الجريده؟ طيب، التنميه البشريه زي داخل الجريده زي اي شركه بره، بنبقى مسؤولين عن ان احنا بنتحكم مين يدخل الانترفيوز، بنعمل انترفيوهات، بنختار نقيم الناس جوه عن طريق ان احنا بنشوف البلان اللي اتحطت او البلان اللي احنا حاطينها دي شغالين على اساسها صح، لا في حاجات هتتلغي، في حاجات هتتشفت، طب اتلغت ليه؟ بنعمل ديفلوبمنت وتريننج للناس، الناس اللي عمليه تنميه يعني وترقيه بالظبط. لو في حد مثلا محتاج سيشن او محتاج كورس في حته معينه، بنحاول ان احنا نوصله لده، سواء بقى عن طريق علاقات الانسايدر نفسها او علاقات الجامعه او حاجه مننا احنا شخصيا كفاميلي واحده. بس طب عمليه التطوير ديت، هل بيبقى يعني شايفين في قصور معين بالنسبه للطلبه اللي بيشتغلوا داخل الجريده فانتوا عايزين تقووهم، ولا ممكن عمليه التطوير والتنميه دي تيجي والطالب على المستوى المطلوب بس عاوزين ترقوا منه علشان انتوا عايزين ترقوا من الجريده نفسها والافكار المتواجده داخل الجريده؟ احنا عمليه التطوير دي شامله كل حاجه، بتتعمل للناس اللي جوه الجريده نفسهم واللي بره، بس اللي جوه اكتر. حتى لو كان هو بيرفكت ومثالي وكل حاجه فيه تمام، هو بيحتاج ان هو يتطور احسن واحسن واحسن. ده في الاخر بيفرق معاه في السي في، بيفرق معاه في شغل، في سوق العمل بره، اسمنا بعد كده بيعلى احنا بره. احنا هدفنا في الاول وفي الاخر تنميه الطالب نفسه. هل في بروتوكولات تعاون، سبل تعاون بينكم وبين جهات اخرى علشان الارتقاء والاهتمام بالجريده برضو؟ المفروض ان في خلال اسبوعين بنحاول ان احنا نوصل لكذا قناه فضائيه، ان احنا نودي الطلبه بتوعنا يتمرنوا هناك تريننج وياخدوا سيرتيفيكت بالكلام دوت، بحيث ان ده يفيدهم، ياخدوا شهادات. بالظبط، ياخدوا شهادات بالكلام دوت بحيث ان ده يفيدهم بعد كده في مجال الشغل من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه اكسبيرينس ليهم جوه انسايدر نفسها. ده على قنوات فضائيه. برضو في خلال اسبوعين تانيين، لان في ناس مش كله صحافه، في انا مثلا اتش ار مش صحافه، بنحاول نوصل لشركات برضو تاخدك تمرنك في المجال ده بس برضو تحت اسم انسايدر. جميل جدا. طب ايه رايك بقى في القناه الاولى واحنا جايين نغطي الدور على طول؟ ده شرف لينا. ايه رايك؟ احنا اهو تمام. من خلال برنامجنا احلم معانا، بتحلم بايه لمستقبلك، وبتحلم بايه لبلدك، وبتحلم بايه كمان للجريده اللي انتوا قايمين على عمل فيها؟ حاجه اتفضل. لبلدي ده سؤال صعب، ده صعب يترد عليه، ده انا هقعد معاك من هنا بقى لحد ما نخلص البرنامج. كلنا فعلا دي حقيقه. بالنسبه لنا نفسي ان انا اكون في مجالي من احسن 10 على مستوى العالم كله، نفسي ان انا اشرف بلدي واشرف كذا مكان اشتغلت فيه، فده حلم حياتي. حلم الانسايدر ان هي تفضل دايما رقم واحد، تفضل دايما بتسبورت الطالب مهما يحصل، بتدعمه، بتدعم الطالب مهما يحصل، بتفضل دايما في ظهره.
حلمي للبلد. انا نفسي املي في الحياه ان احنا نرجع للمكان اللي احنا دايما متعودين عليها. بصي، ممكن ابسط حاجه نعملها ان احنا كل واحد يحب وش التاني، يعني مش لازم تعقيد واحد يتنك على واحد. ليه؟ الحياه من البسيطه ما فيهاش اي رخامه يعني، فكل واحد لو تواضع وتعامل مع كل حد ببساطه وضحك وفرفشه مفيش حد هيتخانق ولا يزعل ولا يعمل اي حاجه. مهاب، كلمني بقى عن دورك في الميديا داخل الجريدة، وازاي بتصنفه يعني، او بتصنف العمالة اللي تحت ايدك؟ انا عارف ان انت الهيد في الموضوع، بتصنف العمالة تحت ايدك ازاي؟ تمام، انا مهاب عماد، هيد اوف ميديا في انسايدر. هي الميديا بمعنى اصح هي كل اي حد بينقل اي اخبار لازم يبقى معاها الحاجة اللي توثق الخبر ده، سواء كان صورة او فيديو. تمام، دايما بيبقى في تيم اسمه ريبورترز، الناس دي هي اللي مسؤوله انها تجيب لنا الاخبار. دايما هم بيبقوا متوزعين جروبس، مثلا بيبقى معاهم واحد دايما من الميديا، بحيث ان هو اي حاجه اي حدث بيحصل في الجامعه يبقى معاهم الواحد المسؤول عن الكلام ده، هو اللي يجيب لهم الصوره، هو اللي يعمل الفيديو، عشان بعد كده بيتوثق وينزل على البيج. ما ينفعش خبر بينزل من غير اي ماتيريال ليه، زي صوره او فيديو. اكيد كل واحد في ظل تقدم التكنولوجي اللي احنا بنعيشه دلوقتي ده بيهتم بمجالات معينه علشان خاطر يقدر يرتقي بعمله من خلال تقدم التكنولوجي ده. ازاي انت بتاهل الموظفين اللي تحت ايدك او العاملين اللي تحت ايدك ان هم كل واحد يبرع في مجاله؟ هل بتدي له دورات خاصه مثلا؟ هل بترقي منه على اساس خبرات سابقه؟ بتجيب لهم ناس بروفيشنال في الموضوع او متمرسين في الموضوع يقدروا يعرفوهم المجالات اللي هم بيشتغلوا فيها؟ تمام، مظبوط، كلامك مظبوط جدا. اللي بيحصل ان هو انا حتى كان عندي الاسبوع اللي فات كان عندي تيم الكاميرا تيم ده، وانا عملت لهم سيشن صغيره كده عن الفوتوغرافي، ازاي يتحكم في الكاميرا، ازاي يتصرف، يتحط في اي وضع في اي موقف، ازاي ان هو يتعامل معاها. تمام، وازاي يتحكم في الكاميرا يطلع الصوره بقدر الامكان كويسه علشان يخفف الحمل على يظبط بقى الهيد روم والكلام بالظبط، يظبط بقى كل الحاجات دي. تمام. بس فهو انا فعلا بديهم سيشنز، بديهم دورات. التيم التاني ديزاينز ان شاء الله في خلال الاسبوع ده او الاسبوع اللي بعده، عشان الاسبوع ده احنا عندنا امتحانات في الجامعه، فالاسبوع اللي بعده هيبقى برضه ليه سيشن، بحيث ان هو ازاي ينجز وقته بسرعه، وفي نفس الوقت بديهم لينكات على اليوتيوب اونلاين، بحيث ان هو طول ما هو قاعد بيتفرج بيتعلم بيزود الخبرات بتاعته. يا رب ان شاء الله. اللوك ده لوك الميديا والله، يعني هو في ناس كتير يعني بتتريق عليا بصراحه. لا جميل، هو لازم الميديا بيبقى ناس مجانين كده شويه، عادي. انت زي الفل. يعني قبل ما اختم معاك، حابب اعرف منك حلمك الشخصي وحلمك لبلدك ايه؟ حلمي كشخص وحلمي لبلدي ايه؟ طيب، حلمي كشخص، انا اصلا بصور، انا اصلا فوتوغرافر، فانا حلم حياتي ان انا يبقى عندي اكبر استوديو في الشرق الاوسط. يا رب ان شاء الله. فده اكيد ده حلم كبير جدا بالنسبه لي، يعني انا ماشي في خطوات والحمد لله، يعني مش لسه ببدا، انا وصلت لمرحله متطوره يعني. واعتقد ده هيبقى نفس الكلام لحلم مصر، ان يبقى مصر عندها اكبر استوديو الشرق الاوسط، فدي حاجه كويسه جدا. احنا ابتدينا وكل ايه رايكم في الحلقه؟ كويسه جميله جدا. أعزائي الشباب، بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة بانتهاء لقاءاتنا واللي اتكلمنا فيها عن مشروع للشباب داخل الجامعات المختلفة، وهو جريدة شبابية بتقحم الشباب في سوق العمل. كل أمنيات الطيبة لشبابنا بدوام التوفيق. نتمنى كمان حلقتنا تكون نالت إعجابكم، ونعيدكم دايما بحلم جديد واحلم معانا.